دعا رئيس الجمهورية المشير عمر البشير مواطني جنوب دارفور لتسليم أسلحتهم في مرحلة الجمع الطوعي لضمان استمرار التنمية، مشددا على أن دارفور بدأت تتعافى من جراحات الماضي. وطالب البشير في خطاب جماهيري بنيال المرأة في دارفور بدعم مبادرة جمع السلاح، وشدد على ضرورة توفير الأمن للنازحين حتى يعودوا لقراهم. وبشر رئيس الجمهورية بدخول 30 ميجاوات من الكهرباء للخدمة في شهر نوفمبر المقبل لنيال بوصفها المدينة الصناعية الثانية بعد الخرطوم. وتسلم البشير خلال زيارته لمحلية قريضة بجنوب دارفور اليوم إعلان قريضة الذي تضمن وثيقة تصاف وعفو وإسناد ودعم لحملة جمع السلاح. استقبل وزير التعاون الدولي إدريس سليمان مديرة بعثة المعونة الأمريكية في السودان مارسيا موسيسي، وبحث معها البرامج والمشروعات التي تنفذها المعونة بالسودان. ونقلت صحيفة الطريق الإلكترونية عن وزير الدولة بالتعاون الدولي شريف الهندي قوله إن العون الإنساني لوحده لن يبني إنسانا منتجا يعتمد على نفسه، لافتا إلى أن العون الفني يمنح الإنسان الأدوات والوسائل والقدرات التي تساعده على المشاركة في تنمية بلاده. وذكرت الصحيفة أن الوزيرة طلبت زيادة العون الأمريكي في المستقبل القريب والتحول نحو العون التنموي كهدف استراتيجي، خاصة بعد الرفع الكلي للعقوبات الأمريكية. شدد وزير الخارجية بروفيسور إبراهيم غندور على أهمية الدور الذي يلعبه السودان في احتواء مشكلة الهجرة واللجوء إقليميا ودوليا. وشارك غندور في اجتماع عالي المستوى بنيويورك بشأن استراتيجية الأمم المتحدة للأوضاع في ليبيا برئاسة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس. ولفت غندور في الاجتماع إلى سياسة الباب المفتوح التي ظل السودان يتبعها للإيواء للاجئين منذ سنين طويلة، وأشار إلى الاتفاقيات الثنائية المشتركة مع دول الجوار لتنظيم حركة اللاجئين بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وإيطاليا. بحث وزير الدولة بالدفاع الفريق ركن علي محمد سالم مع وفد سكرتارية قوات شرق إفريقيا إساف ترتيبات استضافة السودان لفعاليات التمرين التعبوي لقوات شرق إفريقيا في نوفمبر المقبل. وعقد الفريق سالم اجتماعا مع مدير سكرتارية شرق إفريقيا دكتور عبد الله عمر وقائد القوات بحضور الفريق أول ركن يحيى محمد خير. وأكد الفريق سالم خلال اللقاء رغبة السودان الجادة في إخراج التمرين بالصورة التي تحقق كل الأهداف المرسومة. وأشار مدير سكرتارية شرق إفريقيا دكتور عبد الله عمر إلى اطمئنانهم لاستعدادات السودان لاستضافة المشروع الذي يشكل اهتماما لكل دول المنظمة. تسلمت لجنة جمع السلاح والعربات غير المقننة بمحلية أم روابة بولاية شمال كردفان أكثر من 100 قطعة سلاح طوعا من المواطنين بعدد من مناطق المحلية. وقال المدير التنفيذي لمحلية أم روابة عضو اللجنة أحمد عمر الفرحنة في تصريح لوكالة السودان للأنباء إن حملة جمع السلاح الطوعية شهدت تجاوبا كبيرا من قبل المواطنين، مشيرا إلى أن بقاء السلاح في أيدي المواطنين يسبب الانفلاتات الأمنية ويساهم في نشوب الصراعات القبلية. وأوضح فرحنا أن المحلية وضعت العديد من الخطط والبرامج لتوعية مواطني المحلية بمخاطر السلاح بجانب حصر عربات الدفع الرباعي بوصفها عربات قتالية. انتهت أخبار البلد، أعود إليك الزميل تيجاني خضر لتكملة ما تبقى من حال البلد، وكل عام وأنتم بألف خير.